السلام عليكم أصدقائي التلاميذ ديال البكالوريا. إن شاء الله غندوزو التمرين رقم 3 كما قلت لكم في الفيديو اللي فات. الفيديو رقم 3 التمرين رقم 3 تيقول ليكن تيتا عددا حقيقي سواء تيتا النمبر فاينال. قال لك ريزو ليكواسيون ديفيرونسيال إيكغيك سوكون بليس دو كوس تيتا إيكغيك بريم بليس إيكغيك إيكغيك زيرو. دونك ساهلة. اول حاجه قلنا في المعادله التفاضليه اش كنديروا ليكواسيون كاركتيرستيك يعني المعادله المميزه. اول حاجه نديروا معادله مميزه ولا ليكواسيون كاركتيرستيك مميزه. عندنا قلنا في المعادله المميزه كنحطوا ار سكوند كنحطوا ايكغيك سكوند هي ار كاري إيكغيك بريم كتبقى شناهي هي إيه. وهذيك كتبقى زائد واحد في إيكغيك هي واحد وهاد إيكغيك باش كنعوضوها بواحد صافي. دونك ليكواسيون كاركتيريستيك اللي تكون عندنا هي إير أو كاري إير أو سي اتنان زائد جوج كوس تيتا فوا إير بلوس أن إيكال أ صفر بلوس أن إيكال أ صفر. دونك أول حاجة كنديرو كنحسبو دلتا إيكال أكوا إيكال بي كاري. هذه هي زيد على الدور ديال بي اللي هي شنو غتعطينا هي 4 كوس أو كاري دو تيتا هي بي كاري جوج أو كاري هي 4 كوس كاري موان 4 أ سي موان 4 فوا 1 فوا 1 هي موان 4 فاكتوريزيو بار 4 يعني نعملو ب 4 غتبقى ناقص 4 نعملو بدا نحسن بناقص 4 غتبقى هي واحد ناقص كوس كاري دو تيتا. هاد واحد ناقص كوس كاري دو تيتا شنو كتمثل؟ هادي هي السينيس كاري دو تيتا. دونك هي موان 4 سينيس كاري دو تيتا هادي هي دلتا. تخي بيان علاش ردينا هاد سينيس كاري؟ حيت عارفين لو سين ديال اي حاجة او كاري ها الا درتي شجرة او سي اتنان راه ستريكتومون بوزيتيف يعني سوبيريور ايكال زيرو. دونك دلتا بوزيتيف عندنا دلتا يعني ما نشوفوش حلول ف لا دلتا هذه شجره درنا ناقص تولي نيجاتيف. دونك هذه نيجاتيف دلتا عندنا نيجاتيف دلتا نيجاتيف كيفاش غنديروا بعدا جذر دلتا هاد ناقص باش كنعوضها. دونك هاد ناقص باش كنعوضها باي او كاري. دونك جذر دلتا شحال غيساوي؟ قلنا هاد ناقص هي اي او كاري جذر اي او كاري هي اي. دونك غتعطيك اي جذر 4 هي جوج جذر سينيس كاري هي سينيس دو ديتا. هنا تيتا نسيت ما درتهاش ابارتيان لمجال صفر في الى جوج باش نلقاو سينيس تاتا بوزيتيف نورمالمون لا فالور ابسولي ديال سينيس تمين زيدو هاديك نورمالمون لا فالور ابسولي. دونك هادي هي جذر ديتا. دونك اف ان الحلول ديال هاد المعادلة هي موان بي اللي كتمثل عندنا هنا هي موان جوج كوس تيتا موان جيتا دلتا موان هادي يعني موان دوزي سينيس دو تيتا سور دو فوا ا اللي هي دو. تخي بيان هاد الميزان تحاولو تفهمو مزيان باش دلتا نيجاتيف الحالة ديال دلتا نيجاتيف. دونك اون فا سامبليفي يعني الا قسمنا هادي غتعطينا ناقص كوس تيتا R1 غتعطينا ناقص كوس تيتا موان إي سينس تيتا دونك R2 هي موان كوس تيتا بليس إي سينس تيتا. علاش؟ حيت عندنا R1 إيكال R2 بار يعني المرافق ديما بلا ما نحطها يعني الفرق اللي كاين كاين هنا كانت قبيلة موان تولات بليس هذا هو الفرق. دونك R1 و R2 تخي بيان. دونك قلنا في الحال ملي كتكون عندك أون جينيرال تفكير هذا التفكير ديال الكورة ندير لكم تفكير. دونك ملي كتكون عندك R1 إيكال P بليس IQ عندنا R2 إيكال P موان IQ قلنا إيكغيك دو إكس ديالها شنو كتساوي؟ كتساوي هي ألفا كوسينيس كيو إكس
plus bêta sinus qx fois كوشيف الاكسبونسييل ديال العدد الحقيقي فين هو العدد الحقيقي هو بي اكسبونسييل بي اكس تو سامبلومون دونك يعني غنعوضوا هذا الشيء هذا التذكير هذا غنستعملو هنا غنستعملو دونك هنايا فين هي البي هي سينس تيتا هذا هو يعني كي هي سينس تيتا هي كي بي هي موان كوس تيتا ها وطبق القاعدة ديالك دونك y دو x ايغال كوا فينالمون قلنا غتعطينا واحد الالفا ما عطاونوش دابا الشرط بالاي يعني غنخليوها الفا واحد الفا فوا كوسينيس قلنا كيو هي سينيس تيتا فوا x بليس بيتا ها لو سينيس ديال سينيس تيتا فوا x هادشي كامل فاش نضرب هادشي كامل نضرب في اكسبونسييل ديال بي اكس هي موان كوس تيتا فوا لو اكس دونك نتمنى تكون واضحة راه ما مصعيبش بزاف هاد المعدل زعما هاد التفاضلية راه ساهل ناس يعني ما يخلعكمش راه ساهل نتمنى يكون هاد التمرين باين واضح و نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله في التمرين الاخير ديال المعادلة التفاضلية باش ندوزو لدرس اخر ان شاء الله وبون شونس